بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ما هي الأسباب التي أدت لأن يعيش المسلمون حالة من التخلف؟ طبعا إذا أقررنا أن هنالك حالة من التخلف، ما هي الأسباب؟ كيف نعالج هذه الأسباب؟ كيف نأخذ بالفرص وبما لدينا لكي نعيش الحالة التي يجب أن نكون فيها، حالة التقدم وحالة الحضارة التي أرادها لنا الإسلام؟ كل هذا إن شاء الله سوف نتحدث فيه هذه الليلة في مأتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة. انتظرونا.